عن الإلحاد والانتحار والدروشة وما يحدث الآن في بر مصر. إذا كنت مش مصدق في وجودي بقولك أطلع معك في حلقة. سلام يا برنس. سلام. أنا آسف جدا يا أستاذ طارق. أنا آسف جدا يا أستاذ طارق. أنا كمان مش هينفع أطلع مع حضرتك في الحلقة. بصراحة اللي حصل ده حاجة بيني وبين نفسي ومش حابب أتكلم فيها. طب أطلع أنا. أنت هتروح الانتخابات الجاية؟ أروح ليه يا أستاذ طارق ما دام بيروحولي؟ يعني إيه؟ يعني أنا عندك مثلا جد الله يرحمه ليه 3 دورات مجلس الشعب بينتخب بعد ما مات. يعني إيه؟ معجزة كرامة. أستاذ طارق بيمضوا عادي مكان اسمه اللي ما اتشالش في الكشوفات. ما أنت سيدي العارفين. عموما كل ده لازم يتغير يا ربيع. كل ده لازم يتغير وانت راجل لسه راجع من الانتحار وفاهم. هانت كده كده كلنا هنموت. بص يا استاذ طارق احنا هوا امتى ان شاء الله عشان اجهز. انا سعيد جدا بمعرفتكم. فرصة سعيدة جدا. مع السلامة. استاذ طارق طارق كساب. يا طارق كساب ما سلمش علي. نجوم رمضان معاك على واتشت. اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.